طرد المغاربة. ماذا تعرف عن أبشع جريمة إنسانية؟ جريمة طرد عشرات الآلاف من المغاربة من الجزائر. ربي اللي راه عالم بهذا الشيء. راه بعض المرات نبقى غير بوحدي، نبكي غير بوحدي، التصوير نديرها قبال ونبقى نشوف نقول زعما علاش داروا هكا في المغاربة، علاش؟ في الثامن من دجنبر 1975 اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بطرد عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري. وقد أعطى الرئيس الهواري بومدين الأمر بتنفيذ هذا القرار الإجرامي في يوم عيد الأضحى، العيد الذي تحول إلى مأساة إنسانية بالنسبة للذين شملتهم وكافة أفراد أسرهم عملية الطرد وتمزقت أسرهم وسلبت ممتلكاتهم. لقد وقعت هذه الجريمة في الوقت الذي كان فيه المسلمون عبر العالم يحتفلون بأحد أهم الأعياد الدينية عيد الأضحى، حيث اقتيد عشرات الآلاف من المغاربة من النساء والرجال والأطفال والمسنين ومن ذوي الإعاقة في اتجاه الحدود المغربية. إنهم أفراد من أصول مغربية أرغموا على مغادرة الجزائر مطرودين من البلد الذي استقروا به منذ عقود من الزمن، وغالبيتهم رأوا النور فيه. إن المعاناة تصبح كبيرة عندما يكون من يقف وراءها وتسبب فيها مسؤولون ببلد جار لم يراعوا أي دين أو قانون وضعي دولي أو مرجع أخلاقي وإنساني. لقد قام ذوي الحقوق الذين عاشوا هذه المأساة الإنسانية بتحيينها وجعلها ذاكرة حية من خلال تأسيس جمعيات لهذا الغرض أو عبر القيام بأعمال فردية ومن خلال شهاداتهم وكتاباتهم ومرافعاتهم المتعددة. إن الأحداث الإجرامية لشهر دجنبر 1975 معروفة اليوم بالنسبة للعموم وبالنسبة للهيئات الدولية التي اطلعت على الملف من قبيل مجلس حقوق الإنسان ولجنة حماية العمال المهاجرين. ومن الضروري مواصلة إثارة هذا الملف دوليا لفضح ما ارتكب من فظاعات في حق مغاربة الجزائر. لقد تم طرح هذه القضية في أشغال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف سنة 2015، وكانت اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين قد أصدرت توصية تدعو من خلالها السلطات الجزائرية إلى تسوية ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي لعسكر الجزائر وتعويض جميع المرحلين المغاربة الذين سلبت ممتلكاتهم وعقاراتهم من طرف الدولة الجزائرية. إن هذه الفضيحة تقتضي من كل الشرفاء مواصلة العمل على هذه الأحداث التاريخية من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي وإعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة المطرودين، وكذا التحذير كي لا تتكرر جرائم مأساوية كهذه في تاريخنا. وبمناسبة الذكرى 45 لهذه الجريمة المؤلمة، نوجه نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم هذه المبادئ كي يلتحقوا بالتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، وأيضاً لتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة لحمل الحكومة الجزائرية على الاعتراف بجرائمها من جهة، ولرد الاعتبار للمغاربة المطرودين من ترابها ظلماً وعدوانا من جهة أخرى. احنا كنطلبوا حقنا، رجعنا الجزائر، رجعوا لنا حقنا. عندي جوج خواتات في الجزائر، كنسلم عليهم بزاف، ولكن تمنيت نشوفهم.